السلام عليكم يا شباب المهندسين، بنكمل كلامنا في structure analysis، ومعانا النهاردة circular plate، ومعانا example رقم 51. تعالوا كده نتعرف مع بعض على القصة بتاعت circular plate. وزي ما تعودنا كده في البداية بنستعرض المعادلات اللي احنا بنشتغل عليها، اللي هي المعادلة العامة general equation، دي كانت العلاقة ما بين الفاي والشير فورس. وبعد كده ازاي بقى اقدر احسب الام ار الام ثيتا، والام ار والام ثيتا هلاقي فيها حاجه اسمها دي اللي هي ريجيديتي اوف بليت، ادي قانون الدي، وبعد كده قانون الديفليكشن. وبعد كده بقى مع بعض ديترمينيشن اوف كيو، وبعد كده ديترمينيشن اوف باوندري كونديشن. الامبل اللي معانا النهارده بيقول فور ذا سيركولار بليت اون ذا فيدر draw the distribution of the MR, M theta and W. طيب ايه الموضوع معانا النهارده؟ الموضوع معانا النهارده عباره عن حمل مركز على بلاطه، والبلاطه دي على hinged support. لو تفتكروا يا شباب كنا خدنا قبل كده فيديو عن الحمل المركز concentrated load، بس كان السبورت fixed. عايزين نشوف الاختلاف ما بين يكون السبورت fixed والسبورت hinged. وطبعا بنفكر بعض كده، بنقول ان الهنج دي معناها ان انا في عندي كاميرا هي اللي شايلة البلاطة، اما لو انا عندي فيكسيشن فده معناها ان في وول هو اللي شايل البلاطة. نشوف كده الحل يا شباب. زي ما عودنا في البداية بكتب الجنرال ايكويشن، ادي الجنرال ايكويشن اهيت. طب انا النهاردة عايز احصل على مين؟ على الفاي دي. طب عشان احصل عليها فببدأ ان انا اتخلص من كل اللي حواليها، بلاقي عندي علامة تفاضل، وعلامة التفاضل دي عشان اتخلص منها اذا لابد ان انا هكامل. تعالوا كده نكامل مع بعض. بس طبعا قبل ما اكامل لازم احصل على كيو، وطبعا احنا حصلنا على كيو قبل كده لو تفتكروا يا شباب، قلنا ان البي اللي هي عبارة عن الحمل اللي عندي هتساوي كيو في 2 باي ار، 2 باي ار دي اللي هي عبارة عن البريمتر او المحيط بتاع السيركل اللي عندي، يبقى الكيو هتساوي بي على 2 باي ار. بنبدأ بقى ان احنا نكامل، هنا هعوض عن الكيو بناقص بي على 2 باي ار دي. بعد التكامل هيطلع لي 1 ديفايد ار بارشل بارشل ار، ار فاي ايكوال ماينس بي على 2 باي دي لين ار بلس سي 1. هنا عشان اتخلص من الار، من واحد على ار، اذا لابد ان انا اضرب في ار، هيبقى هنا بي ار اهيت، وهنا سي 1 ار، مفيش مشكله. بلاقي عندي علامه التفاضل مره ثانيه، اذا هكامل. طب التكامل هنا زي ما عملناها المره اللي فاتت، ناقص بي على 2 باي دي ده ثابت كونستانت، هيفضل زي ما هو. وبعد كده لين ار دي هتبقى عبارة عن ار تربيع على 2 لين ار ماينس ار تربيع على الاربعة. وبعد كده سي 1 ار هتبقى سي 1 ار تربيع على 2 زائد سي 2. وبعد كده هلاقي ان لسه مازال فاضل ار، هقسم على ار. بس قبل ما اقسم على ار، طب ما اتخلص الاول من سي 2، طب سي 2 اتخلص منها ازاي؟ هلاقي ان في باوندري كونديشن عندي، ار تساوي صفر لما الفاي تساوي صفر. طب تعالوا كده يا شباب نفتكر كده مع بعض الباوندري كونديشن ديت، يعني ايه ار تساوي صفر الفاي تساوي صفر؟ انا عندي المساله بتاعتي كانت عباره عن شيء عامل كده بالمنظر دوت، ادي الهنج اليمين وادي الهنج الشمال، عندي حمل مركز في النص، اذا بالتالي ان شكل الديفليكشن اللي عندي هيبقى بالمنظر ده كده، هيبقى في تماثل حول السنتر بتاعه، يعني معناها ان الروتيشن هنا بايه؟ بصفر، وبالتالي سي 2 تطلع بايه؟ بصفر. بعد كده ابدا ان انا اشيل سي 2 من المعادله، وبعد كده هقسم على ار. لما اقسم على ار التربيع اللي هنا هتروح، والتربيع اللي هنا هتروح، والتربيع اللي هنا هتروح.
الحمد لله حصل نبدأ بقى ان احنا نحصل على ام ار. طب ام ار هنا عندي القانون بتاعها بيقول لي بارشال فاي على بارشال ار وفاي على ار. اذا بالتالي انا عايز فاي بحيث ان انا افاضلها بالنسبة لار وفاي اقسمها على الار. طيب دي تعمل ازاي؟ الفاي بتاعتنا اهيت، وتعال نشوف تفاضل فاي على ار. طيب طبعا سهل قوي، ان سعادتك هتقول لي سي واحد ار اتنين، على طول لما هفاضل بالنسبه لار الار هتتشال ما فيهاش مشكله. طيب يا ترى بقى وده ثابت ناقص بي على 8 باي دي هيفضل زي ما هو. طب ازاي افاضل المنطقه اللي هنا بقى ديت؟ بنقول الاتي: ار لوحدها تفاضل الار بواحد، ادي الواحد اهو. طيب ازاي بقى افاضل المنطقه التانيه ديت؟ بنقول لك الاتي: الاول في تفاضل التاني، ادي الاول اهو الار تفضل زي ما هي، والتاني لين ار تفاضلها بمين؟ بواحد على ار. طيب وبعد كده التاني اثبته زي ما هو في تفاضل الاول، ادي لين ار في تفاضل الاولاني اللي هو بواحد، واخد الاتنين بره عامل مشترك عشان ما توهش نفسي. وبعد كده بقى بمنتهى البساطه هتلاقي نفسك بتقول لي ار دي هتروح مع ار، وبعد كده هيتبقى لين ار اهيت، ادي ار في ار راحت معاها، والاتنين هتدخل تنضرب فيهم هيبقى 2 بلس 2 لين ار ماينس 1. وبعد كده هلاقي نفسي بقدر اصفيها شويه لهذا الشكل، ويبقى انا كده حصلت على بارشال فاي بارشال ار. طيب فاي على ار، ادي فاي على ار اهيت، ناقص بي على 8 باي دي في 2 لين ار ماينس 1، طبعا دي سهله، زائد سي واحد على الاتنين. وبعد ما طلعت بارشال فاي على بارشال ار وطلعت فاي على ار، ابدا ان انا اعوض في معادله الام ار. بنعوض فيها وادي المعادله بتاعتي اهيت، بسم الله ما شاء الله، بتلاقيها كبيره شويه كده، وتبقى عندي المشكله ان مازال عندي سي واحد. طيب طبعا شباب ممكن يقول لك خلاص انا كده طلعت ام ار اسيبها زي ما هي، بس خد بالك انت مازال عندك سي واحد دي مش معروفه. طيب ايه رايك ان احنا نبدا ان احنا نعمل سمبلست فورم، نبسط الموضوع شويه على سلامين تبقى الامور سهله. طب ابسطها ازاي؟ بنحاول مع بعض كده نفك الاقواس اللي في النص دي. يعني هنا ناقص بي على 8 باي دي هضربها في 2 لين ار وهضربها في الواحد، نفس الكلام هنا هضربه في 2 لين ار واضربه في الواحد. بعد ما ضربت وخلصت ابدا ان انا اشوف لو في اشياء مشتركه، ابدا مع بعض وان انا اختصر شويه. هنا هلاقي ان في ناقص بي لين ار على الفور باي، طبعا الدي مبدئيا ادي هنا في دي، واخد بالي كده كل مقام في دي، ادي واحدة اتنين تلاتة اربعة. الله، هتقول لي طب ما هو هنا بقى في سي واحد بلس تو على في سي واحد على اتنين وفي ميو سي واحد على اتنين، اقول لك عادي خالص خدها مع بعض لوحدها اهي في الايتم ده، بحيث يبقى انا كده خليت بقت عندي سي واحدة بس اللي هي سي واحد تتكرر مرة واحدة، وبسطت الموضوع شوية. طيب بعد كده هقول الايه، عندي الباوندري كونديشن ات ار ايكوال اي ام ار بزيرو. ايه القصة ديت؟ القصة دي هتقولي طب ما انا عارف اهوت ان ادي هنج وادي هنج وهنا في حمل مركز، فانا عارف طبيعي ان الام ار هنا بصفر والام ار هنا بايه؟ بصفر. اقول لك طيب تمام خلاص تعالى نعوض، هنشيل الام ار ونحط مكانها مين؟ الصفر. طب كل الهدف من المعادله دلوقتي ان انا اطلع السي واحد، عشان اطلع السي واحد دي طبيعه الحال انا هاخد السي واحد في طرف وبقيه المعادله في طرف تاني. طيب خدنا السي واحد على دي في دي على اتنين في واحد بلس ميو في طرف وبقيه المعادله في طرف تاني. طبعا ده لما طلع بره هيطلع باشاره مخالفه هياخد السالب. هتقولي طب فين السالب؟ هقول لك ما انا ضربت المعادله كلها في سالب، فطار السالب اللي هنا والسالب ده اشارته اتغيرت
والبلس ده اشارته اتغيرت، هو كمان بقى ايه؟ بقى سالب. وبعد كده ادي السي واحد اهيت، طبعا بمنتهى البساطه ان انا هضرب. وبعد كده لما حصلنا على السي واحد ببدا اعوض في الفاي، وبعد كده ببدا ان انا اطلع برش الار، اطلع الفاي على الار. هتقول لي الله، طب انا هستفاد بيهم ايه؟ ما انا خلاص اعوض بالسي واحد في الام والموضوع انتهى. اقول لك لا، خد بالك، ما انت هتحتاج ان انت ترجع تاني تعوض في الفاي والبارشال فاي بارشال ار والفاي على الار، على اساس ان ساعات لسه فاضل لك الام ثيتا، فعشان السي واحد ما تظهرش معاك تاني فين؟ في الام ثيتا. طيب ادي الام ار عندي اهيت. لو خدت بالك تلاقيها كبيرة قوي كده، ولكن انت تقدر ان انت تعمل تختصر شوية. تعال كده نختصرها سوا، واحد زائد ميو مع واحد زائد ميو، وهنا الدي مع الدي. اذا ان الايتم الاخير دوت قدرت ان انا اختصره في الجزء السهل دوت. وبعد ما تم اختصاره هنا هتلاحظ الاتي، هتلاحظ ان ده كله هيروح مع دوت، هو هو، واحد إشارة سالبة وواحد إشارة بلس. طيب إذا العملية تم اختصارها شوية، وفي كلتا الحالتين نقدر نقول إن آدي ناقص بي آر ناقص بي لين آر على 4 باي، هنا بي لين إي على 4 باي. طيب هنا في واحد زائد ميو وهنا في واحد زائد ميو، طب أعمل فيهم إيه؟ طب ما ناخد واحد زائد ميو ديت مشتركة أهي، والبي آخدها مشتركة، والفور باي مشتركه. طب امال ايه اللي فاضل؟ فاضل لين ايه؟ ناقص لين ار. وهنا بقى الطلبه الشاطره بتاعه اللوغاريتمات تقدر تقول لي ان لين ايه ناقص لين ار عباره عن لين ايه على ار. ويبقى كده الام ار بعد ما كان معادله كبيره قوي بقت الحمد لله معادله ايه؟ صغيره. وزي ما تعودنا ان يعني عشان ارسم المومنت ببدا اخد نقطتين على الاقل، اللي هي عند ار بيساوي 0 وعند ار بيساوي الاي. هنا هلاقي عند ار بيساوي 0 هلاقي ان ام ار دي ما لا نهايه، ودي وضحناها في الفيديو السابق. وعند ات ار بيساوي ايه؟ فالام ار بيساوي 0. وادي الشكل بتاع الام ار. عايزين نقع على الام سيتا. ادي الام سيتا المعادله بتاعتها اهي، زي ما قلنا هيظهر عندي فاي على ار وهيظهر عندي بارشال فاي بارشال ار. ادي الام سيتا هيت لما هعوض فيها برضو هلاقي ما شاء الله حاجه ايه كبيره قوي كده. بس على طول الناس اللي مصحصحه بقى معايا هتقول لي انا شايف هنا في دي تروح مع الدي ديت مع الدي اللي هنا مع الدي اللي هنا. اخد بالي كده ان في كل مقام في دي، هنشيل الديهات دي كلها نستريح منها. طب كويس استريحنا من الديهات. طيب وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان في بي دي مشتركه ما بينهم كلهم، اخد البي بره، وهلاقي ان تحت على طول في باي، اخد الباي بره، وهلاقي ان اقل رقم في الباي كان كام؟ كان 4، اخد الاربعة بره، وابدا اشوف اللي فاضل كام. هلاقي الاتي، هلاقي ان هنا هتقول لي ادي 4 باي وهنا كان في 8 باي، يعني الباي هتروح مع الباي، المفروض يتبقى لي 2. هقول لك ماشي، ما هي 2 هنا في 2 هيروحوا معاها، واحد على 2 هتبقى هنا بنص، اختصرناها اهوت. هنا لما اطلع ده كله هيبقى لي بس لين ايه، وهكذا هبدا ان انا اختصر في كل الايتمز اللي عندي. طيب هل كده خلاص؟ لا، طب ما الموضوع اسهل من كده. ازاي؟ تعالى كده نشوفها مع بعض. نبدا نفك الاقواس، الاقواس دي نبدا نفكها مع بعض. ادي هنا هيبقى ناقص لين ار، ناقص في ناقص هيديني بلس. وبعد كده القوس دوت برضو هبدا ان انا اقسمه، هيبقى ميو في نص في 2 لين ار، الاثنين هتروح مع الاثنين هيطلع لي ميو لين ار، وهنا الناقص في البلس هيديني ناقص، وهتبقى عباره عن ميو في نص. ويبقى كده العمليه بتختصر بعض الشيء. طيب بعد كده فاضل مين؟ طب ما انا عندي هنا ناقص لين ار اهي، وهنا برضو نفس القصه ناقص ميو لين ار اهي. اذا الاثنين دول اقدر اخدهم مع بعض واقول عليهم ايه؟ واحد زائد ميو.
طيب وبعد كده لو تلاحظ ان كل ايتم من دواء من المعادلة اللي قدام مني هبدأ ان انا اختصره بهذا المنظر الى ان اصل في النهاية للشكل دوت. وفي الحالة ديت انا قاعد اختصر اهوت، لحد ما اكتب at r بيساوي 0 هيطلع لي m ثيتا بمعنى النهاية، at r بيساوي a هيطلع لي m ثيتا بيساوي b على 4 باي في 1 ناقص الميو. طب كلام كويس قوي، بتاعتي اهيت ده الشكل. طيب هتقول لي الله ازاي يا دكتور هنا الهنج عندها قيمة عزم؟ اقول لك خد بالك في نقطة مهمة، أنا دلوقتي زي ما شرحنا قبل كده في الفيديوهات السابقة ونتيجة الشرح بتاعنا قلنا إن ليه عاملها خطوط كده، من ليه ما عملتش الكيرف بتاعي، إن المومنت ده عبارة عن قيمة العزم اللي هيتسلح بيه السيخ اللي لافف حوالين البلاطة، أول سيخ خالص في البلاطة. عفوا المومنت بيساوي صفر، ده لما بنتكلم على المومنت اللي سعادتك بتقول عليه اللي هو دوت، انما النهارده بتكلم على مين؟ على الحديد اللي لافف حوالين البلاطه من بره، اول سيخ خاص. بعد كده بننتقل الى المرحله الاخيره في المساله بتاعتنا، الا وهي حساب الديفليكشن. دي المعادله بتاعت الديفليكشن اهي، ادي ببدا ان انا اعوض بالفاي، طبعا الفاي خلاص بقى احنا عوضنا بالسي واحد فما بقاش فيه ثوابت عندي. نفس القصة بحاول ان انا اختصر وبعد كده هكامل. طيب ار لين ار اهيت اللي قلناها في الاول خالص، ار تربيع على 2 لين ار ناقص ار تربيع على 4 يظهر عندي ثابت اللي هو السي 3 ديت، بس بحاول ان انا اختصر شوية في الاول قبل ما ادخل على الثابت التالت بحيث المعادلة عندي تبقى اسهل. وبقول ان الباوندري كونديشن عندي ات ار بيساوي ايه؟ الديفليكشن هيساوي صفر، ان انا عارف ان سبورت الهنج الديفليكشن عنده بكام؟ بصفر. هبدا اعوض عن الدبليو بزيرو بحيث ان انا اطلع ال سي 3 طلعت اهيت. هرجع تاني اعوض بيها في الديفليكشن وابدا اختصر زي ما شرحنا في الام ار والبيتا، وبطلع الدبليو ماكسيمم. طب الدبليو ماكسيمم دي تطلع فين؟ ما انا عارف ان الهنج الديفليكشن عندها بصفر، فطبيعه الحال ان انا هحسب الديفليكشن عند ار بيساوي زيرو. ادي شكل الديفليكشن وادي قيمة الماكسيمم ديفليكشن، وبكده نكون الحمد لله قدرنا ان احنا نحل المسألة بتاعة الحمل المركز على البلاطة المرتكزة على هنج سبورت. لو في اي استفسار او اي اسئلة الناس تكتبها في التعليقات، وربنا يوفقكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.